وانت مع بكره طلع بالي صحن فول وفتة غير شكل، فقلت اول مره بدل ما احط صور بس نحطهم على انستغرام او نحضر فيديو تحضروه على يوتيوب بعدين، قلت فليش ما نعمل تريقه سوا ونطلع لايف من عند ابو شادي بجلدي. فاللي ما بيعرف ابو شادي بس خليني افرجيكم الارضه. اوكي راح نفوت نتروق سوا، نتعرفوا على هذا الزلمه اللي كثير لذيذ، صوته كثير واطي بعتذر بس رح نجرب ناخذ منه كلمة إذا على صوته اليوم. كيفك اليوم؟ أنا جاي ماكسيموم جوعان ونتروق سوا. يلا رح فوت لعندك وتسمعنا الأصوات الحلوة وخلطة الحمص. تلكم صوته واطي وما عم يحكي. بونجور. هات نشوف. عنده شغلة كثير مهمة بيعملها، بيعمل صوت بيعمل صوت وعم يخلط فول وحمص. تبع أكيد ولا توم. بس هو بحب التوم. طلع. لكن اسمع محل ابو شادي جاهزين وجه معك على الاساس وفول فتة حمص اكلت عنده فوارق مرطماطه كروش اليوم جايين تناكل القعر بيت فري غير شكل بيض مع ليت غنم ما في منها ليمون شو بعرف بيجي من 7 بكره لل10 بالليل مش بس تبيقه وعسكري طيب بنحضر صحن من كل هول اللي بحبهم ونتروق سوا اوكي هلا عم نعمل كبكه للحلو شوية زبدة شوي الحمص الفول قديش بدهم طبخ؟ هاودي الفول قديش بينطبخ؟ 12 13 ساعة مينيموم أهم شيء أبو شادي لوفز فول هون الاكسبيرينس انه الاكل كثير طيب مش بس بس هون اهم شيء عندك يتروق معكم فعلا بتشوف التحضير المال بس يقعد معك على الطاوله يبهلك مال ثاني يا هلا بونجور اول مره ببين معنا كاميرا يلا ناطرك يا هلا هلا عم نعمل الفرق حط لي شوي اللبن. 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 أهلا أكرم حبيبي يلا.
انا عم لحق كل شيء، عم لحق على البنات عم تدفع، البنات عم تاكل شروطات. ما كنت عصير معلم فول بيخدي لانه فايز على اكثر من الله عارف صار 50 محل فول وحمص بلبنان. بتحبوا الفرق بين واحد وواحد؟ واحد هو قديش الفول بينطبخ، لازم على القليل 12 ساعه، في ناس 16 ساعه، في ناس بالرمل، في ناس على النار كثير خفيفه. قديش مهم الحمص يكون لعشة ونظيف؟ انتبهتوا قديش مقشر على الاخر ما فيه شقفه؟ وبالاخر دي قد يعمل صوت كثير مهم يلي هو بتعمل او بالزبده او بالسمنه، وكيف بفقع على اللبن ومسقع. يا هلا كبرت يا هلا. يلا هلا ترويقة صحة من كل شيء. هلا شو عم نعمل؟ نعمل واحد بديله. نعمل واحد وسبعة. هلا بلش يلا نزل الحار. هيدا فاضل قبل الظهر ويتر عند ابو شادي، مع الظهر صاحب ثلاث محلات. انا معلم ايه خلص. فاعطيني الخال والله. ليش بت ليه بتحب الخال؟ ليش لقيت لي اللي تاع دوق الخال؟ طلع. ليش جوزو؟ نبلش ناكل ولا نخلص صورة؟ نخلص صورة، نخلص صورة. يلا نخلص صورة. Thank you.
دايقين انتوا عم تاكلوا زبده دايقه مع قشر صنوبر الحامض كتير قوي مكتوب تحت لساني ما بدها قشر ابدا 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 طعمتها ولا قلز من هيك بتقدر تعمل لذيذ على شفيف حالك ما تلحق شفيف من ورا Next. ما بلش نيكو عن وياك؟ وين الغراض؟ ركبوا هونيك؟ يلا ما بلش نيكو طبعا نيكول نحن وطن يلا ركبوا الطاولة عنا بليلة مسبحة وفول وعنا تعرفكم على فاضل قبل شوي رح يخبرنا شو رأيه بهالصحن اللي خلصه وحده شو الأجواء؟ شو تفكر أكثر؟ رجل مش مقبول مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي بدك تروح؟ هو طبعا يلي ما قلع شو يعني؟ شو يعني خاء؟ خاء يعني زربوك وين؟ ما فيه عظام ما فيه دم ما فيه ما فيه شيء ماركت ما فيه جيلاتين ما فيه شيء مثل الزبده ما فيه حد لا اكل بعدين يا الله اوكي يلا عود حدد بدنا معلقة يا توني هاي رح صح نفول عبكرة بلا تون منه تقيل منه ما بيتقل عن معدة أبدا حمصات دراية ماكسيموم مع زيت الزيتون بيسلق الحمص بطريقة ما بتحسوا فيهم طلع بتدوب انت مش فاضي جون مش فاضي انت زيت زيتون كرم زيت زيتون انكرلو صرنا جبنا المعلم أنا جاي أكل وحدي من المطار اليوم تعال عود معي طيبين مش معقول يوم وصل يوم وصل شعبوك نعم روعة 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 وين عم بلش؟ السنوبر بس طلع عليه قديش لذته بالأكل وقديه بحب أكل أنا وياه يا حسين يا حسين
الأكل طيب عند أبو شادي. حمص مع طحينة. اليوم رجع الشام. ما كان شو؟ كيف مين؟ فيهم نفس. هلا. إذا ما رح يشعلن بالأبيض. فيهم نفس. فيهم إحساس. فيهم مش معقول. ما شوية نعنع. بعرف إنه اليوم عم بتحرقس اللي عم بيحضرنا هون ولبنان عم بتحرقس ماكسيموم بس. مثل خضرة لبنان ما فيه مثل بنادوريه لبنان ما فيه مثل شعرة لبنان ما فيه مثل أجواء لبنان ما فيه مثل شعب طيب على لبنان ما فيه طيب هلا عندي سوربيز لكم بدنا كمان سوا نقول هابي بيرثدي لكريم كريم عيده اليوم رح ياكل فول حمص كريم بعده صغير ما كتير أكل فول حمص بحياته ما كان ياكل لحمة نية ما كان هيك كتير يبغى مضيع فكتير مبسوط أنا عم بقضي وقته معي هو اللي ورا الكاميرا هو اللي بعقد خي صغير فرح نطعمين اليوم فول حمص وعم بهيك عم بيكتشف لبنان أكتر وأكتر مش مثل كل هالشباب بياكل برجرز أخبار كريم هابي بيرثدي هاي هابي بيرثدي كريم هابي بيرثدي كريم وين الكاتو هذا الاميدوس ما عاد عليك كريم شو عنا بعد يلا اوكي رح تنطروا معي دقيقتين خمس دقائق بس تكون خلص بيض بليه بيض بيت غنم اكيد مش دايقين محل تاني انا ما كنت دايقوا بمحل تاني بيض بقوارب قد ما بدكم بس بيض بليه هاي جديده وبيض فري فتما نقطش اللايف رح نضلنا سوا أنا أكون خلصت هالصحون ونتشوف أبو شادي شو عم بيخبر. هل سألنا مقرنة طبعا؟ نحن ساكنين على طول. أنا ساكنهم بعمل. بس نطلع أبو حسان هلا أنا بقضي ما بأكل عنده هذا بلبنه. سألنا حدا هون وين بدنا نروح ناكل شو اسمه؟ على روح عند أبو حسان. أنا تذكرت أنا مالك من هون لأنه. قلت هون مظبوط شايف أنا حمص قال يا حمص مظبوط. مظبوط هلا عم بيقول لي بسوى 100 من ابو حسان و كله فيه الكلام توني شو أطيب أكل عندك؟ هلا شو عم تعمل؟ هلا هاي الساعة لو عم نشوف هلا خمسة خمسة
بدك عم تطلع مين بدك تنام؟ لا ناطرين صحن البيض بهالوقت. إليتا ماشي بعد الفر وبعد معلمية؟ يلا حلو. سمعت صوتها من المباراة عم بحلى وشو ما بكير 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 خبرني شو قصة صارت معك حلوة بآخر هالسنين، شو حدا اجى أكل عندك لقمة طيبة أو شي حلو صار؟ نزلوا هيدا بيض بلية الغنم، ان اهم شيء فيكم تاكلوه هون مش موجود الا عند ابو شاجر. وهيدا بيض فري شغلة مهمة. طيب يلا، هاي شغلة كتير 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 مهمة كتير مهمة.
الكلام معي ناطر هاللحظه من زمان بدنا خبز عندكم اللي شو اللي هي هي الفات يلي بيجي بيتيز ولا الخروف ساعة اللي بتنشور او ساعة اللي بتنقلم بتحمص بتصير مثل تشيبس عندكم هون اربع بيضات شقفة هيك مع كل هالشقف اللي هي معمول طعمة طعمة اللي هي مش معمولة طعمة قرشة اللي هي مش معمولة مع البيض يلي مستوي مظبوط ومنه منشف فرجينا اللقمة السحرية كل بيت فري وودعكم لليوم عندي شغل نهار كتير طويل ان شاء الله تكون بسطتوا معنا بالترويقه يلي هلا جيع في روح على البراد دخل او يعمل دليفري منقوش او يعمل دليفري شو ما كان ويلي ما رح ياكل شيء بعتقد خسر كالوريز كتير وبيخسر شيء كيلو بيعمل رجيم اكوردنلي هيدي عزيمه لكل العالم تجي على لبنان وتشوفوا قديش هيدا هو لبنان وما رح أقدر أعمل طبعا أخبار تفوت من عشية ما بقى تحضر التلفزيون عم بحضر أخبار لا أخبار مش مية مية ما 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 بلا طعم بطل بتحضر أخبار تفكر عفوا عليك لا 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 أنا بحضر أخبار مرة بالشمة بالغلط لا إحنا بتجمعنا وهي هويتنا بأحلى بلد العالم see you soon